السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم كما كتشاهدوا هاد الشجرة بغات طيح، دابا كنقوم ان شاء الله باش نكاليوها باش نرجعوها كما كانت. هانتوما كما كتشوفوا الجذور ديالها، انا ديجا عمرتها بالماء، يمكن بنت ليا كانت ناقصه من الماء من العروق ديالها كما كتشاهدوا. الشجره ملي كتوصل لهذا الحد كتكون بانها ما بقاش الماء تيوصل ليها للجذور. يعني دابا يعني اي شجره بصفه عامه خصك تعري عليها واحد كما كتشوفوا، دير عليها واحد الحفره وتعمرها بالماء بحال هكا باش ان شاء الله تكون في حاله جيده، باش داك الجذوره باش الجذور يعمروا بالماء وترجع في الحياه ديالها الطبيعيه. هذه شجره ديال الزيتون كما كتشاهدوا، كانت بغات تطيح وتعوجات ودرت لها هذيك الكاله كما كتشوفوا، ونقدناها الحمد لله وعمرناها بالماء هانتوما. ودابا غنرجع التربه ان شاء الله بحول الله وتكون ان شاء الله في حاله جيده. هانتوما التربه كما علاش درت لها هذه العمليه دي، باش داك التراب اللي كان كنطيحو عليها باش يهبط فازق وتثبت لي الشجره، حيت الماء والتربه كتشد الشجره، اما كون درت التراب ديريكت ما غتشدش ليا الشجره حيت الماء ضروري غيبس والشجره ديالنا غتشد المكان ديالها الاصلي. هانتوما كما كتشاهدوا، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعه والدواجن. تابوناو عندي في لاشين ديالي، تبركوا على الجرس، واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا مرحبا. انتم كما تشاهدوا هادي تقريبا غنعمروا هاد الشجره كامله، غنعمروها بالتربه انتم، حيت الماء والتراب ضروري الشجره ديالنا باش تلصق مع الارض. انتم كما كتشاهدوا دابا غنعاودو نرشوا عليها شويه ديال الماء مزيان باش داك التربه ديالنا تشد في المكان ديال العروق ديال الشجره. هاد العمليه هادي كنديروها لاي شجره، ضروري خاصك الا عريتي على شي شجره بحال هكا خاص ضروري دير ليها الماء مزيان باش داك التراب تيشد مع الماء تيقصح. مازال غنزيد هاد التراب ديالها وان شاء الله تكون في حاله جيده. هي راه بوحدها كانت غطيح، هانتوما شجرة الزيتون دايرة تيمار وتبارك الله الشجرة كتعطينا التيمار ان شاء الله بحول الله. وهادشي اللي كاين، ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو هادو. اللي عندو شي شجرة يتهلا فيها، ماشي ضروري الى طاحت الشجرة ما نرجعوهاش للبلاصة ديالها، نرجعوها ونديرو معاها محاولات، وهذه الطريقة الصحيحة لارجاع الشجرة الى المكان ديالها المناسب. وان شاء الله باش تبدا تعطينا تمار او غلده، او مازال غنديروا ليها ان شاء الله السمات ديالها. ان شاء الله نعطيوها واحد 15 يوم على ما شدات راسها. ها نتوما كما كتشاهدوا، المهم حنا كملنا دابا الشجره التربه ديالها ان شاء الله تكون في حاله جيده باذن الله تعالى. هانتوما هادي الشجرة ديالنا ديال الزيتون ما شاء الله كتعطينا الحمد لله التمار، وما بغيناش نضيعوها والحمد لله على كل حال. وتهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، مع السلامة. هادي الشجرة ديال الزيتون، اللهم زيد وبارك. تهلاو ليا في راسكم ومع السلامة.